السلام عليكم يا جماعة تاني. احنا في الفيديو ده هنشرح محاضرة نمرة 8. محاضرة نمرة 8 تتعلق بـ Controllability and Observability Checks. يعني بنعمل ايه؟ بنحاول نشوف طريقة حسابية او بطريقة Mathematics ان احنا نعرف نشوف اذا كان السيستم ده is completely observable او completely controllable، يعني هل اقدر اتحكم في كل الستيتس ولا هقدر اشوف كل الستيتس. بس في الأول لازم أشوف إذا كانت الستيتس دي بتعتمد على بعض ولا لأ، يعني هل they are linearly dependent ولا linearly independent. جميل، يعني لو هما linearly dependent على بعض هيبقى في زي two states ممكن هيكنسلوا بعض. هنشوفها بطريقة تانية مختلفة دلوقتي. يعني إيه كلمة dependent and independent؟ هي بتتعلق إن الفيكتورز are dependent or not. بمعنى لو عندي 3 vectors x1 x2 x3، جميل، عايز اشوفهم اذا كانوا linear dependent او independent، لازم يحققوا المعادله دي c1 x1 زائد c2 x2 زائد c3 x3 بتساوي 0. بتساوي 0 في حاله ان c1 و c2 و c3 don't are not equal to 0. لو c1 C2 و C3 لا يساوي صفر يبقى السيستم ده is linearly dependent. هنا تعال نجرب. لو قدرنا نجيب قيم ل C1 و C2 و C3 ان هم يخلوهم linearly dependent بتساوي صفر، يبقى خلاص ده السيستم ده dependent. طيب لو حطينا C1 بواحد و C2 واحد و C3 بناقص واحد، يعني واحد زائد واحد ناقص اتنين يبقى واحد، اتنين تلاتة زائد واحد زيرو واحد ناقص اتنين اتنين أربعة هتساوي واحد زائد واحد ناقص واحد يساوي زيرو، اتنين زائد زيرو ناقص اتنين يساوي زيرو، تلاتة زائد واحد يساوي أربعة ناقص أربعة يساوي صفر. يبقى أنا قدرت أطلع قيم لـ C1 C2 C3 بحيث إن هما يخلي المعادلة دي تبقى زيرو، يبقى السيستم ده linearly dependent. معنى كده إن في تو روز من دول يعني معتمدين على بعض، أو بمعنى آخر إن أنا لو حطيتهم في صورة ماتريكس واحد اتنين تلاتة واحد زيرو واحد اتنين اتنين أربعة، ماتريكس دي determinant بتاعتها هتبقى زيرو، ودي بنسميها singular matrix. طيب لو هما independent هيحصل ايه؟ هناخد نفس الاكسبت واحد واتنين وتلاتة واحد زيرو واحد، لكن التالتة هنغير تبقى اتنين اتنين اتنين، غيرنا one of the vectors. طيب جميل جدا، ايه اللي هيحصل بقى؟ تعال نشوف c1 x1 زائد c2 x2 زائد c3 x3. لو انت جربت عمر المعادلة دي ما هتساوي صفر غير لو C1 بتساوي C2 بتساوي C3 بتساوي زيرو، يبقى then this is linearly independent. جميل. طيب أو بمعنى آخر لو حطيناها في ماتريكس واحد اتنين تلاتة واحد زيرو واحد اتنين اتنين اتنين، determine دي عمرها ما هتساوي صفر، يعني it is a non singular. و non singular matrix أو non singular vectors معناها إن مفيش واحد مش هيتشاف، كلهم هيعتمدوا هيتشافوا مع بعض. تعال نشوف ده الجزء اللي احنا شرحناه، يعني ايه linearly dependent و linearly independent، وده اللي اتقال عليه، ده اللي احنا شرحناه singular و non-singular. controllability and observability. controllability and observability they determine the observation state بتاعة system لل output over a finite time interval. جميل.
والكونسبت اوف كنترولبيلتي اند اوبزرفابيلتي كالمان هو اللي اكتشفه. واحد اسمه كالمان، كالمان ده عمل حاجات كتيره جدا، منها كالمان فلترز تو بريتكت وتعمل سنسور فيوجن وتعمل فلترنج. In fact, the condition of controllability and observability may govern the existence of a complete solution. يعني وجود controllable system أو observable system هو اللي هيقدر يأهلني إن أنا أقدر أطلع control system ولا لأ. لو واحدة منهم مش موجودة يبقى أنا مش هقدر أعمل إيه؟ control system. طيب تعال نشوف الـ controllability. The system is said to be controllable at T node. T node دي الـ initial time. If it is possible by means of an unconstrained control vector to transfer the system from initial condition x of t node to any other state in finite interval of time. يعني تقدر تخلي من x t node لأي قيمة تانية final بتاعتك في إيه؟ في interval of time محددة. طب هي بتعتمد على إيه على controllability؟ تعال نبص كده بصة صغيرة. أول حاجة إحنا لما رسمنا بلوكس بتاعت الـ state space قلنا إن المعادلات بتقول x dot بتساوي a x plus b u sorry u والـ y بتساوي c x. طيب ليه؟ لأن إحنا اعتبرنا إن الجزء ده مش موجود عشان السيستم يبقى stable أو controllable. لو حطينا d و u ممكن السيستم يبقى critical أو unstable. طب معنى كده إن هنا عندي input u و output y. الـ input u بيتضرب في الـ b وبعد كده كل ده بيتجمع على x مضروبة في a. طب لو جيت قلت ده الـ integration وهنا في x وخدت x ضربتها في A وجمعتها هنا اهو، يبقى انا طلعت هنا ايه؟ ال X dot. طيب اضرب ال X في ال C يطلع لي ال Y. جميل. يبقى عشان اقدر ادرس controllability of the system لازم اخد components of the system اللي هي A موجودة في matrix A واعمل لها combining مع ماتريكس بي بطريقه ما ماثيماتكس عشان الاثنين دول هيحددوا لي اذا كان السيستم از كنترولبل ولا لا. يعني هل اليو هتقدر تكنترول اول ذا ستيتس اور نوت. طيب يبقى احنا لازم هنتعامل مع المعادله الاولانيه دي. جميل. يبقى هناخد المعادله الاولانيه اللي هي اكس دوت بتساوي اي اكس بلس بي يو. معادلة الـ state كنا جبناها من الـ state transition matrix المحاضرة اللي قبلها بتقول إن x of t بيساوي e اس a t x node في التكامل بتاع الجزء ده من 0 لـ t. طيب أنا إمتى هعتبر إن السيستم ده controllable؟ قال لك السيستم ده controllable لو وصل لأي final state في finite time. تعال نـ assume إن الـ final state دي is the origin. يعني at x of t1 اللي هي final state الـ state ده هيبقى في الـ origin بتاعته، يعني هيبقى بيساوي صفر، يعني هيساوي صفر. يبقى المعادلة دي كلها هتساوي صفر. يبقى أقدر أجيب كل ده الناحية التانية تبقى x not بتساوي التكامل بتاعها بالشكل ده. طب التكامل يعني ايه؟ التكامل يعني accumulation لكل المعادلة دي من t بتساوي 0 ل t بتساوي 1. يعني لو قلنا ان sample of accumulation عددهم k، جميل، هنقدر نرسم برمز k، يبقى at a k و b k بيتا k والعدد بتاعهم n samples، جميل، او n states sorry n states، يبقى انا مجموعهم كلهم هيساوي ال x node بالشكل ده اللي هو ايه؟ هيبقى summation بتاعهم.
يبقى summation بتاعهم المفروض هيساوي صفر. يعني at A أس زيرو مضروب في B في epsilon نوت زائد A أس 1 B في epsilon 1 زائد هكذا لغاية A أس N minus 1 B في epsilon N minus 1. خلاص أنا ممكن أحول دول ل matrix and vector. فيكتور في الابسلون كله بالشكل ده، وماتريكس فيها ال A نوت في B و A1 في B لغاية A N minus 1 في B. A نوت A S و A S 0 هيبقى بواحد، يبقى أو unity identity matrix يبقى B. دي تبقى A B لغاية A S N minus 1 في B. The system is completely state controllable if and only if the vectors are linearly independent. يعني system ده ممكن نقول عليه controllable لو ال vectors دول are linearly independent. يعني ايه linearly independent؟ يعني لو جبت determinant بتاعت ال matrix دي لا تساوي zero. طيب تعال ناخد example. اهو بيقول ايه؟ x dot بتساوي a في x زائد b في u. x dot تساوي a في x زائد b في u. طيب انا عايز اشوف اذا كانت controllable or not controllable. خلاص يبقى لازم احطها في الهكل ده. طب الشكل ده هنا في كام state؟ في 2 states. 2 states معناها ان دي هتبقى 2 by 2 equation، 2 by 2 matrix. يبقى انا هاخد اول رو او كولوم وتاني كولوم، دول مش هستعملهم لو هما دول. طيب تعالى نعملها. b اللي هي 1 و 0 ادي 1 و 0. a في b يعني هضرب ال a matrix دي في دي، يبقى هعمل ايه؟ هاخد 1 تتضرب في 1 زائد 1 هتتضرب في 0، يبقى 1 في 1 زائد 1 في 0 كام؟ ب 1، اهي 1. طب اللي بعد كده هيبقى 0 في 1 زائد ماينس 1 في 0 هيبقى 0 0. جيب لها الديترمنت بتاعتها، هيبقى 1 في 0 ناقص 0 في 1، هيبقى 1 في 0 ناقص 0 في 1، يبقى 0 ناقص 0 هيساوي 0، يبقى دي سنجلر، يبقى السيستم ده is not completely controllable. طيب تعال ناخد ماتريكس ثانية. ادي ال A وادي ال B. طيب هحط ال B تبقى 0 1 بالظبط، نزلتها هنا. طب اضرب ال A في ال B هيبقى 1 في 0 زائد 1 في 1، 1 في 0 زائد 1 في 1 تبقى ب 1، 2 في 0 زائد ناقص 1 في 1 يبقى ناقص 1، نضرب 0 في ناقص 1 ناقص 1 في 1 هيطلع ناقص 1، يعني لا يساوي 0، يبقى non singular matrix، يبقى دول linearly independent on each other، يبقى السيستم ده is completely controllable. هي سهلة انك تعمل controllability check. observability check شبهه، لكن هي concern بالstates، هل هقدر اعمل لهم observation في الoutput ولا لا. يعني ده الstate اللي هيختص بان انا اشوف الoutput matrix C. يبقى الماتريكس C مع الcomponents اللي في السيستم A هما اللي هيقدروا يحددوا لي اذا كان السيستم ده observable or not. طيب معنى كده ان انا هتعامل مع ال equation دي، انهي equation؟ اللي هي ال output equation اللي هي ال y بتساوي c of x. بنفس الطريقة برضو هنكتشف ان ال y of t هيساوي summation الفا k of t c في ال A matrix في x نوت. الالفا دي لو تفتكروا في ال state transition matrix احنا كنا طلعناها بال exponential، يعني لما جينا قلنا e اس a t نيجي نعمل لها نفكها هتبقى الفا نود a نود of t زائد الفا 1 a to power 1 زائد الفا 2 a to power 2 and so on. هي دي
السيريز اللي احنا فاكرينها. طيب عندنا هنا اكس نود ده هيبقى كومن فاكتور، لو خدت اكس نود بره والفا عملت لها ماتريكس بتاعتها هيتبقى لي سي وسي اي لغايه سي اي ان ماينس 1، دول ممكن احطهم في ماتريكس برضو بالشكل ده. System is completely observable if and only if n of n matrix is of rank n and linearly independent column vectors. يعني vectors بتاعتها are independent من each other. طيب يعني انا هشتغل بالماتريكس دي، دي بقى مختلفة عن الماتريكس بتاعت ال B، هتبقى C. يعني احط C فوق وبعد كده C في A، C في A squared، C في A cubed لغاية C A n minus 1، برضه هتطلع ايه؟ n في n matrix. طيب تعال ناخد example. Check the observability and controllability of this system. طيب احنا كنا عملنا السيستم ده ليه controllability قبل كده، تعال نشيك ال observability بتاعته. Observability بتاعته يعني ده 2 في 2 matrix لان ده 2 states، يبقى عندنا C و C في A، هم دول اللي هستخدمهم. C هتبقى جزء ده لو 1 0، C في A يعني هضرب C دي في الـ A ده. طب هضرب C في A ازاي؟ هضرب 1 في 1 زائد 0 في ناقص 1، 1 في 1 زائد 0 في ماينس 1 هيطلع في 1، سوري 1 في 1 قول في ده صح، 1 في 1 زائد 0 في ماينس 1 هيطلع واحد. طيب هنضرب تاني الصف ده في العمود ده هيبقى واحد في واحد ناقص صفر ناقص واحد هيبقى بواحد. تعال نجيب لها ديترمين، دي في دي ناقص دي في دي يبقى واحد ناقص صفر بيساوي واحد، يبقى دي لا تساوي صفر، يبقى السيستم is the matrix is non singular، يبقى السيستم is completely observable. بس كده دي اللي checks بتاعت controllability and observability. طيب احنا عايزين نشوف بقى اذا كان السيستم ده is completely controllable and observable or not. حضرتك عليك ان انت تعمله برضو وتسلمه ايه assignment برضو على الاسبوع اللي جاي اللي هو بعد المحاضرة ان شاء الله. ده الجزء بتاع اللي شرحنا هنا Controllability Observability، واللي قبليها شرحنا الـ State Transition Matrix. المرة الجاية إن شاء الله هنشرح الـ State Feedback، ويبقى كده إيه خلصنا الجزء بتاع الـ State Space كله. شكرا لكم يا شباب.